ضيفتي اليوم مش ضيفة من الوسط الإعلامي ولا من الوسط الفني ولا من أي شيء له علاقة بالأوديو فيزيوال. اليوم ضيفتي رسامة، ولكن رسامة بارعة جدا. ليه بارعة جدا؟ رح تعرفوا. سامية داغر، بونسوار وأهلا وسهلا فيك، بنعرف عنك. بونسوار، أهلا وسهلا فيك. مرسي. أنا قلت عنك أنك مبدعة بالرسم، بس رح أقول ليش. لأنه أنت ما بترسمي بقلم عادي، أنت بترسمي بقلم البيك، الحبر، يعني الحبر الناشف. رح نحكي عن هالموضوع، بس قبل ما نبدأ بدي أسألك كيفك بهيدا الوضع؟ ماشي الحال، يعني دائما بفضل أنه ما أترك البلد شو ما كانت الظروف. نعم. صامدون. كيف مأثر عليكم هيدا الوضع؟ أكيد سلبا يعني، بس أنا من الناس اللي بفضل دائما أنه إن شاء الله نقطع مع الأزمة، يعني أحسن ما نترك البلد مثل حاليا. أكيد حاليا أكيد. فيعني صامدون بعد لهلأ. نعم. رح نبلش بالفقرة الأولى اللي هي الماضي. كيف اكتشفت موهبتك؟ أهلك اكتشفوا لي إياها صراحة. أنا ما يعني أنا من زمان بحب الرسم، وأنا هوم سكولز يعني. حلو. فكان عندي كتير وقت إنه تفوكس علي للموهبة، لأنه ما عندي إنه ديستراكشن الثانية بالحياة، يعني ما عندي مثلا رفقات أنا صغيرة لهون، يعني ما كنت مدرسة. أهلي اكتشفوا هيدا الموهبة على الصغر وقرروا نمو لي إياها، يعني جيبوا لي كل الماتريال اللي بعايزتها. نعم. اشتغلوا علي يعني للموهبة، صرت أحسن من قبل يعني كل يوم عن يوم. حلو. هن اللي شجعوك فيك تقولي، يعني مزبوط. صحيح. كيف نميتي هالموهبة؟ يعني أنت بلشت أكيد مش بالبيك دغري، ولا حبيتي دغري تبلشي بالبيك؟ لا، أنا من أنا وصغيرة بس من بيك، يعني مش بورتريه يمكن كتير. حلو. لأنه اكتشفت هيك نهار حطيت على انستغرام رسمتي من سنة 99، يعني ما كان عمري يمكن 10 سنين، هيك شي 11 سنة. نعم. وكله بيك كان، يعني اكشلي كان القلم موجود على طول، كان بيك، وكنا نكتب كثير وظائف وقصص هيدا. فكان من تناول اليد، كان عندي تشالنج. وانا في عمي خيله زي بيرسم بالبيك، يعني هيك بشحب الشب بالبيك، فكان تشوفه انه يرسم بالبيك، شفتها هيك اخذتها لقطه منه شوي، حبيتها يعني. حلو. حبيت على الموضوع. حلو. اول رسمه لإلك بتتذكري شو كانت؟ ايه لما رسمت جدي، هلا اول شيء رسمي يعني بنعملها ريكوجنيشن يمكن مش تحبر. نعم. رسمت هيك مثل البروفيل لجدي، وهون وقتها كنت كثير صغيره يمكن شي سنك. اكتشفوا اهلي انه لا، شكلها بتجيب شبه شوي اكثر من الاولاد العاديين. حلو. فايه بتذكرها يمكن بعد معي كمان كل الرسمات قدامي. حلو. انت عم تحضري شيء لمعرض؟ عم تفكري شيء انك تعرضيهم بمعرض اونلاين تبيعيهم، ولا مش ورد الفكره؟ هلا المبلغ دائما بضل، يعني في ناس بتجيب بتطلب تشوف اذا الاوريجينالز باع. نعم. بضل يعني كمان الاونلاين بلاتفورم اللي عندي انه في عليه شويه اكسبوجر، سو العالم بضل بتشوف اذا الاوريجينالز يعني بيهتموا فيهم بيشتروهم، وفي ناس بتشتري شيء كاستمايز. بس انا اكثر شيء بحب اركز عليه هو اني طور حالي واعرض. نعم. سواء كان اونلاين ولا حتى فيزيكال اكزيبيشنز، يعني بس المهم انه يكون في اكسبوجر، سواء حتى من قلب بيتي ممكن حتى على البلاتفورمز. انا يعني this is okay with me، يعني حب الموضوع. نعم. انت بالنسبه لك كيف بتشوفي انك عم تساهمي بتطوير الفن؟ سوري. رجع من عيدة. لا لا، هل 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 سؤال بس. لا لا، طلع صوت وراك. ايه مظبوط. ايه انت برايك كيف بتشوفي انه الرسم والفن بكل انه بكل الاشكال والانواع عم بيساهم بشيء ولانه صغير بتقدم لبنان، او على القليله انه توصلوا للعالميه من خلال هذا الشغله؟ كيف؟ ما في داعي احكي قديش لبنان مورد مواهب على كذا صعيد، يعني صح. احنا عندنا برا يعني بيفتخروا فينا حتى اللبنانيين، عاملين انجازات على كذا صعيد عند الدول الاجنبيه حتى. فبعتبر انه انا بشيء جزء كثير لا يتجزأ، وكثير كثير بسيط حتى من اللي بقدر اعمله انا، انه ايه خلي شوي اسم لبنان يعني بشكل كثير كثير قليل، يمكن اقل من غيري بكثير، بس انه اقول انه ايه انا ترابلسيه لبنانيه. خلقت هون وتربيت هون، قدرت اعمل شيء خلي هيك شوي بلدي، انه يقول انه هيك بنت من بلدي هي بيشتغلت وصارت هون، انه الحمد لله يعني في احسن مني، بس الحمد لله كمان احسن من يعني أكيد. احسن من ما انا بتوقع كنت. اكيد.
رح أروح للفقرة الثانية هلأ، الأسئلة السريعة. رح أطرح عليك عدد من الأسئلة على السريع، جاهزة؟ أكتر عادة بتعمليها الصبح أول ما توعي، أول شغلة بتعمليها يعني؟ كتير بشوف الانستغرام، بشوف النوتيفيكيشنز يعني التليفون. حلو طلع التليفون. حلو. أكبر إدمان عندك إيه عشو غير الرسم؟ القهوة والشاي. حلو. أكتر شي هو بخوف؟ مانو حلو كتير. نعم؟ بس ماشي الحال، مانو كتير حلو بس ماشي الحال. سافا. فهوي نحاول نبطل يعني. نعم. أكتر شي بخوفك بالحياة شو؟ إنه أختار بنت عرفني. حلو. شغلة ولا يمكن تظهري بلا وموجودة على طول بجزدانك؟ ولا شيء الصراحة يعني، التليفون إذا شيء، ما في عندي شيء تاني ما. حتى مش بس كتير ألم بيك سمبل يعني، يعني. ورقة معقولة تجيكي انسبيريشن انت وبرة ولا شيء البيت؟ إيه، لا لا ما حتى في ورقة، استعير من حدا ورقة وأقول له بليز عندك ورقة وقلم، إيه بسم اوكي. الله لك لوحي. بس نعم. لا فيني أذهب ولا شيء. انت بتفضلي انك ترسمي شي نهار، او بالاحرى شي نهار ممكن يوصل انك تقلبي ترسمي ديجيتال، او بتفضلي تضلك على الورقة والقلم؟ ديجيتال دائما اكيد ستيب اب يعني، بس اكيد. لهلا يعني لهلا ما عندي بلان. نعم. شو الكلمة اللي بتمحيها من القاموس لو كان فيكي؟ زعل ما بعرف. حلو. آخر شغلة عملتي لها لايك أو شير أو تبعتيها على السوشيال ميديا شو؟ اونلاين شوب لاتيم. نعم. اونلاين شوب يوتيوب أونلاين شوبينج. نعم. انا مشكلتي هيدي، مشكلتي بالحياة نقعد طبيعي بالبيت ونبلش يعني. طبيعي طبيعي. شو الشي اللي بتعمليه إذا كان هذا آخر يوم لألك على الأرض؟ بقعد مع بيي حلو كل النهار. حلو. شو الشي اللي حابة تتعلميه بس ما عم يجيكي وقت؟ اللغة الإسبانية. حلو. أكتر شغلة بتضايقك وأكتر شغلة بتبسطك؟ بس شوف حدا من اللي بحبهم كثير مضايقني يعني، متضايق بضايقني نعم. كثير هالشيء، وبس ارسم رسمة هيك كون كثير كثير زينة عنا هيدا، كأنه حدا أعطاني حلو. يعني زي إذا كبرى. حلو. طيب إذا حياتك اليوم لوحة فنية شو كنت بتحطي لها عنوان؟ استمرار. حلو. أول شغلة بتلاحظيها بالشخص؟ نفسيته ببين من شكله حلو. عبارة يعني بتردد؟ نعم عن تفضل. جد. ايه لا ببين عليه اوقات بس شخص لقين سقين. ايه صح مظبوط مظبوط. من عيونه أوقات ببين يعني. عبارة بتردديها دايما؟ هالناترة بس في عندنا سيمانة العبارة عادي دخيل عادي، الله مثلا، حيالله شي ايه انت بتقوليه دايما. انه ايه دخيل الله يعني دايما حتى بصير تعرف انت نعم تكون شو بنحكي. اكيد. موقف مضحك او محرج تعرضتي له؟ اوف ده تفكير هيدي. لا مضحك مبكي، اذا انا مرة وقعت لهيدي على هيدا، كان انا قعدت ابكي واضحك، وقعت نعم القهوة على بسمة حتى مش جديدة كنت عم بحكي. يي هيدا شو ضحكت وبكيت بنفس الوقت، كنت يعني already going through يعني، كنت باخذ شيء لخلصها. هيدا كان موقف كثير مزعج يعني، ومضحك بنفس الوقت قد ما كان مأثر فيه نعم لأنه تعبنا من كثير. نعم. قد ايه عادة بتاخد مايك وقت الرسمة؟ الرسمة الوحدة لتخلص بس؟ حسب، في شيء بياخذ نهار، في شيء بياخذ شهر، في شيء اوف بياخذ أكثر إذا حجمه كبير. اوف. عم نحكي 8 ساعات شغل بالنهار كمان يعني. حلو. موهبة او هواية بعد ما حدا بيعرفها عنك؟ ما حدا بيعرف عني برقص، بس حلو. انه ما بعتبر حالي شيء بعدني كثير يعني شخص، بس ما يعني بقطع هواية. السوشيال ميديا لانه بعتبر انه فيني فوكس على غيره أكيد. للمواهب. لو انعطاك 3 أمان اليوم شو بتتمني؟ الشغلة صعبة كثير لانه في كثير شخصي، انه انا فقدت عمي من سنة، فاكيد بتمنى يرجع، نعم وبتمنى انه يضل زي صحته، نعم وبتمنى يكون نحن عنا القدر اللي هيك يعني المادي الكافي لنعيش بكرامة. أكيد أكيد. لو كنت كائن حي غير الإنسان شو كنت بتكوني وليش؟
عصفور. نعم عصفور عصفور. حلو ايه، من شان نضلنا فوق. لا حلو. ما بعرف شو خطر لي، ايه كثير بيكون فري حدا تاني قبلي كمان انا العصفور؟ ايه، نعم شكلنا نحب الحرية، هذا نكون بشبهني بالطريقة نعم نعم بالوضع. نعم هي الكبيرة والفنانة الكبيرة باسكال صقر اللي نقته. اوه انا نعم مش انا بس بتكرم فيها، هون بتكرم فيها عمي عظيمة. Thank you so much والله. طيب إذا ما كنت اليوم عندك هالموهبة، أو بالأحرى ما كنت اليوم بالوسط الفني للرسم، شو كنت ممكن تكون مهنتك أو عملك بالحياة وليش؟ هلا انا سوفتوير انجينير، يعني انا اصلا مبرمجه نعم انه بروجرامات، وبعمل بصوت، يعني بعمل ويب سايت وقصص. بس يعني انا لو ما كان عندي موهبه الرسم كنت اكيد ركزت على الشيء اللي درسته الثاني نعم اللي هو يعني اكيد سوفتوير انجينيرنج، كنت رح اكون اشطر فيه مثل ما انا هلا، لانه دائما الشخص بس يلاقي شغله بيشغله فيها وبيبرع فيها نعم بتوجه لها. فإذا ما كنت أكيد. حقق شلون كنت حكون ضد سوفتوير انجينير، يعني حلو تخيل. حلو. طيب شو أكتر شغلة ندمت عليها بالحياة؟ ما بعرف، في كثير شغلات، يعني قرارات يمكن بحياتي. قرارات منيحة. انا عبالي كنت فوت اركتكتشر، فندمت اني ما فوت اركتكتشر، هذا الشيء ما قرارات دخلت وما قرارات فوت منيحة اركتكتشر. مش منيحة يعني ولا شو؟ ايه اكثر شيء يمكن بنحسب له حساب كقرار، يعني أوكي. كنت يمكن بغير محل هلا ما بعرف. ايه آخر مسلسل أو عمل تبعتيه على التلفزيون شو؟ الاختيار اثنين. حلو اللي عم بحكي كان على اللي صار مع بالانقلاب المصري. حلو. مين مثلك الأعلى بالحياة؟ مية حلو. ما تفكر المعونة هيدي. نعم. إذا كانت حياتك هلأ، أو بالأحرى شو بتنقي أغنية تحطيها نشيد لحياتك؟ أجنبي عربي ما بعرف حيالله كثير. حيالله. حيالله كان لازم أحضر له هذا السؤال. ما عندي عادي. فكرة، أعطيني أوبشنز. حيالله شي معلق براسك مثلا، حيالله شي بتحسيها هيدي الأغنية هي بتلخص أو بالأحرى بتشبه حياتك أو شي. أول مرة كثير حسيت إنه الأغاني ما بعرف إنه كثير عبر عن حالتي، بقى أنا بسمع كولد بلاي أكثر شيء بسمع، يعني نعم أجنبي يعني أجنبي. وفي فرقة كثير بحبها أدونيس اللبنانية كمان، بحب اللون هيدي فرقتي المفضلة على فكرة. رائعة. فهودي بس ما بيعبروا عن حياتي يمكن يومية كثير، بس أنا بعشق أي أغنية نعم طلعوها، يعني نعم فأدونيس إيه نعم وأجنبي. حلو. هلا رح ننتقل للفقرة الأخيرة اللي هي هيدا أو هيدي. هي عبارة عن 8 أشياء، رح إنه بدك تختاري شي منهم، يعني فيها أوكي. يا أما شغلتين يا أما 3 أشياء، بدك تختاري شغلة بدون تفكير. جاهزة؟ أوكي يلا. يلا. إنستغرام أو تيك توك؟ إنستغرام. تلفزيون أو السينما؟ السينما. نتفليكس أو التي في؟ نتفلكس. الجبل أو البحر؟ بحر 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 بحر. حلو. موسيقى صاخبة أو هادية؟ هادية. كلب أو بسينة؟ كلب. كوميديا أو دراما؟ كوميديا. حلو. أكيد. سامية داغر، انبسطت كتير باستضافتك، الكلمة أنا الختامية سعدت إلي. لإلك، تفضلي. ثانك يو، بتشكرك كثير إلي إنك استضفتني اليوم، أنا شرف كبير لإلي هيدا، وانبسطت إني دبست أنا وياك. نعم. وبس بحب اقول للجميع، يعني اللي عنده حلم ما يعني ما يخلي أكيد شيء لا بهالبلد ولا برا البلد يوقفوا. أكيد ما بعرف، ان شاء الله بتتحسن الاوضاع. إن شاء الله. شرفك. خليني بس أختم، بتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم. أنا إلي مجاعس، بلاقيكم بالحلقة القادمة بإذن الله. انتبهوا على حالكم، حطوا الكمامات لو اضطريتوا تظهروا، إذا مش لسلامتكم لسلامة غيركم. اتبعوا الإرشادات وإلى اللقاء.